هذه امرأة تسأل فتقول إن عادتها وحيضها كان 6 أيام في المعتاد، ثم قامت بتركيب اللولب فجعلت الدورة تنزل معها أكثر من 20 يوما، ما حكم صلاتها في هذه الأيام؟ هي التي سببت على نفسها هذا الارتباك الدم، فعليها أن تحتسب 15 يوم من الحيض، وما زاد تصلي، ما زاد تغتسل وتصلي. نعم.